للعام الخامس على التوالي NBC 3 تقدم Kids in Motion بالتعاون مع جمعية الأطفال المعوقين، أكبر فعالية للأمهات والأطفال في السعودية. انضموا إلينا لمتابعة العرض المباشر لسلاحف النينجا، واضحكوا مع العرض المباشر لسبونج بوب سكوير بانس. تسوقوا، ألعبوا وأمضوا أوقات مسلية مع عائلتكم. 7 و8 و9 من أبريل في الرياض، مركز العليا للمعارض، المروج. احجزوا بطاقاتكم الآن عبر eventboxtickets.com أو زوروا أي من فروع محلات مركز التعليم المبكر أو تويز آر أس، أو في الرياض بانوراما مول، غرناطة مول. للمزيد من المعلومات زوروا nbc3.net.